انت خارج ولا ايه؟ اه خارج. هو انت مرات ابويا؟ وبعدين تعالي هنا. انت تعرفي البنت دي منين؟ عادي يعني، بنت متغربه زي زيها. وبعدين تعالى لي انت هنا، انت تعرفها منين انت عشان تسالني انا معرفها ولا معرفها؟ راضي واتفتح يا بنتي. الله، انت ما كلمتيش وانت صغيره ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ خلي بالك منها وفتحي عينيكي. دي بلفت بسنت وريهام في نص يوم، واشتغلت مع بسنت بعد ما قعدت معاها نص ساعه بس، ما خدتش في ايديها غلوه. ماشي، هاخد بالي. ايه ده؟ مش هنكمل كلامنا ولا ايه؟ هو الكلام هيخلص؟ احنا في قريه واحده يا بنت. قريه. مات؟ اتقتل. اتقتل ازاي يا باشا؟ انت مش قلت لي حادثة عربية؟ متدبرها يا سيد. في فرق كبير قوي بين الإصابة الخطأ والإصابة العمد. أنا متأكد كويس قوي إن اللي خبط أشرف كان قاصد يقتله. الله يرحمه. راجل طيب وابن حلال. عشان كده لازم حقه يرجع. ربنا يقدر سعادتك يا باشا. هيقدرني سيد. إن شاء الله هيقدرني. بس أنت لازم تقف جنبي. أنا يا باشا؟ ساعدك إزاي؟ سلم الجرحي. سيادتك شاكك إن ليه علاقة بالحادثة؟ كل الاحتمالات مفتوحة قدامي لغاية ما أحط إيدي على الدليل. سلم كان عارف إننا بندور وراه في موضوع قتل رشاد الله يرحمه. حصلت بيننا وبينه أكتر من مواجهة. مش بعيد، مش بعيد يكون زهق من أشرف وحب يخلص منه. لا يا باشا، بس يعني ما توصلش للقتل. وده من وجهة نظرك أنت ولا وجهة نظر سالم؟ باشا، هي المواضيع دي فيها كذا وجهة نظر. دماغي لفت. لا ركز معايا يا سيد، المعلومة دلوقتي تفرق عن الأول كتير. باشا عدم المؤاخذة يعني، أنا مش فاهم حاجة. هو سالم الجرحي عنده عربية جراند شوكي سودا موديل 2010؟ لا النوع ولا اللون ده موجود في الثلاث عربيات اللي عندهم في الفيلا. بتركز معايا يا سيد؟ يعني هو معقول هيخبطوا بعربيته الشخصية؟ أيوة باشا فهمتك. أنت تقصد عربية من عربيات القرية. هو ده من النجمة. هقلب لك الدنيا عليها يا باشا. وبلغنا على طول. لو اني ما اظنش انها هتبقى لسه موجودة. بس هي محاولة يا سيد. الو يا باشا، السيد ابو الليف جوه عند مهربي في المكتب. وعايز منه ايه؟ كان عايز يطقس على عربية شروكي سودا. يشوف اذا كانت تبع القرية هنا ولا لا. ايه ده؟ معقولة بيشك فيا؟ اتجنن ده ولا ايه؟ تصدق سعادتك، بس ما تقلقش، انا نفدت الفكرة دي خالص. ايه ده؟ انت لحقت تيجي هنا امتى؟ انت طالع من منظرين ولا ايه؟ سليمان بيه جاي يبلغك ان انا كنت في القسم من شوية يا باشا. تحب تبلغ الباشا ولا خلاص؟ خلاص روح انت دلوقتي يا سيد. تاني مرة لما تعرف حاجة ما تبقاش تيجي على طول. ما تقلقش، انت دلوقتي بقيت مصدر ثقة. ولا ايه يا سليمان؟ اللي تشوفه سعادتك. تصبح على خير يا فندم. ابقى اتاكد ان حسونا فرم العربية. هو في حد شاكك في حاجة يا باشا؟ ما تقلقش بالك، الولد الظابط بتاع الاسم بيدور على العربية. صدقتيني لما قلت لك ان اللي زينا لازم يتفرج من بعيد لبعيد، وانك كان ممكن تحصل امك لو عرفوا انت جايه هنا ليه. ظابط زي الورد يفرح، كل مشكلته ان هو نخر على ابوك شويه. بعت له اللي يخبطه بعربيه عشان يخلص منه. مات في عز شبابه عشان اتجرأ ودور على سالم الجرحي. يعني اسكت واسيب حقي ولا ارجع مطرح ما كنت؟ والله ما انا عارف اقول لك يا سماح. خايف اقول لك ارجعي مطرح ما جيت ابقى بظلمك. ازاي تبقي شايفه العز ده كله حواليك وتفضلي بصاله من البدروم؟ وان اخرك تبصي من شباك اوضتك على جزمه اختك اللي كمان كذا الف وهي معديه فوقيكي. ولو قلت لك نخربي ورا حقك عشان تقبي لفوق وجزمتك تبقى حذاء جزمه اختك، ممكن اكون ببعتك لقضاكي. فهمتش حاجة. أحسن برضو، عشان لو فهمت هتتعبي. أقولك خليكي تفرجي من بعيد لبعيد. جايز يجي اليوم اللي تقدري تطلعي فيه من تحت لفوق يا سماح. ماشي.
الو. ايوه كاساندرا، باسم. باسم؟ ايوه باسم. باسم السباه مرمي في التخشيب ولا بتسالي عليه؟ ولا كاني ابن عمك. ده يا شيخه حتى الزياره مستخسره انك تيجي تزوريني. ونسيتي كل اللي عملته عشان خاطرك. طب اسمعني بس، انا هقول لك. اسمعي انت يا بنت عمي، انا لازم اشوفك وبسرعه. تروحي تقدمي طلب لزيارتي. بس خدي بالك، لو اتاخرتي وما جيتيش هفصل الحكومه وابوكي مين كان ورا حاله التسمم اللي حصلت في مرسى السلام. انا مش هسكت. ها؟ سلام. تشكر يا دفعه. نبدا. مش هتفتح الباب للراجل؟ قلنا مش هيعتبها تاني، وخليه يخبط لبكره، برضه هيمشي في الاخر. كفايه دلعه وافتحي بقى، انا جاي جاهز والشو واخد مني رقات. طب انتم واتجوزتوا وخدتوا نصيبكم من الحياه، انا بقى ذنبي اقعد اتعذب، هو حلال ليكم وحرام ليا؟ وجوزك اللي في السجن؟ كان جوزي، خلعته. انا سامع صوت جوه، يعني موجودين اهو. يا بنت انت هتفضلي واقفه كده زي الصنم؟ هتشوفيه عمال يبيع ويشتري في امك وتفضلي ساكته؟ ما اقدرش اخالف اوامر جوزي، هو دلوقتي راجل البيت وكلامه يمشي على الكل واولهم انا. جوزي؟ جوزك يا اختي وتحت باطك، طب وراجلي اللي بره ده؟ وبعدين بقى هعدي ثلاثه واكسر الباب. واحد. اتنين. لم حالك ومحتالك واتكل على الله يا دكش. أنا سامع صوت حد بيتكلم ولا أنا بتهيألي؟ لف وارجع من مكان ما جيت، مالكش حد هنا خلاص. الله، ده صحيح بقى، يعني مش بتهيألي. دخول بيوت الناس بالإذن والأدب. والإذن ده مش هتاخده تاني خلاص. وماله؟ وأنا هدخل كباريه ولا صالة حظ؟ ده حتى الجواز اسمه ونصيب. أقول لك على حاجة، بلاش تفتح الباب، لأن خلاص ما بقاش ليا كيف أدخل. لكن الشراعة كفاية تكفي الكلمتين اللي أنا عايز أقولهم لك وزيادة. وماله؟ نعم. نعم الله عليك يا سبا. أولا مبروك الجواز. أنت مش اتجوزت ولا الخبر اللي وصلني مش صحيح؟ لا صحيح، لو إنه ما يخصكش. ما يخصنيش إزاي بس؟ ده يخصني جدا. خاصة إن أنا أطلع من عندك هنا على الاسم. أحاول أنقذ إنسان بريء اتهموه في قضية قتل. وأنت عارفني، ما أرضاش بالظلم أبدا. مالك بس؟ هو معقول الدكش اللي مخه يوزن بلد يغلط غلطه زي دي؟ ده حتى معروف عنه الذكاء والمفهوميه في المنطقه كلها. ولا ايه؟ ايه؟ مش فاهم. اكيد انت عارف انك لو بلغت عن ورده بنت زبيده، زبيده مش هترضى تتجوزك بعد ما ترمي بنتها في السجن. ولا ايه يا زبيده؟ بنتها ايه؟ بنت مين؟ ما ترد يا زبيده، انا مش فاهم حاجه. مين بنت مين؟ ايه ده؟ هي ضحكت عليك انت كمان وما قالتلكش ان ورده تبقى بنتها البكريه مش اختها الصغيره؟